طوابير السكر هترجع تاني، والأول مرة من 155 سنة ماكينات الحكومة هتقف، واللغز في مصنع أبو قرقاس اللي رفع الراية البيضة. فيا ترى إيه اللي بيحصل؟ أزمة جديدة كشفها اللواء عصام البديوي رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية المملوكة للحكومة، والسر في مصنع أبو قرقاس اللي هيتوقف عن إنتاج السكر لأول مرة من 155 سنة. وعشان تعرف بقى السبب ركز معايا قوي في اللي جاي، لأن حسب البديوي حصل انخفاض كبير في المساحة المزروعة من قصب السكر المصدر الأول لصناعة السكر في مصر، خصوصاً إنه محصول مصري أصيل ومش محتاجين نستورده بعكس البنجر اللي بنجيب بذوره من الخارج. وعلى مدار سنين محافظة المنيا لوحدها كانت بتطلع إنتاج 950 ألف طن من القصب، وكمان مصنع أبو قرقاس كان بيستقبل منها 750 ألف طن لغاية 2020. بس من بعدها بقى حصة المصنع بدأت تقل عشان توصل في الآخر ل 10,000 طن بس، والكمية دي يدوب تشغل المصنع 5 أيام. وبناءً عليه الشركة أخذت قرارها بوقف إنتاج السكر من القصب وتحويل الكمية اللي عندها لمصنع جورجيا. واللي في المقابل هتشتغل على إنتاج السكر من البنجر. طبعاً أي حد لازم بقى يسأل، الكمية اللي كانت بتروح المصنع اختفت فين؟ بص يا سيدي، المصنع بيستلم طن القصب من المزارعين بسعر 1500 جنيه بإجمالي 52 ألف جنيه للفدان، وفي المقابل عصارات العسل الأسود ومحلات عصير القصب بتعرض على الفلاح 2000 و 2500 جنيه في الطن الواحد وبإجمالي 100 ألف جنيه للطن تقريبا. ده معناه بقى إننا بنتكلم عن فرق سعر كبير بيوصل للضعف تقريبا، عشان كده الحكومة مش قادرة تنافس أصحاب العصارات، وخصوصا إنهم شغالين تحت بير السلم ومفيش معاهم ورق رسمي ولا بيدفعوا أي مستحقات للدولة. دلوقتي بقى خسائر مصنع أبو قرقاس لإنتاج السكر سجلت 3.5 مليار جنيه السنة اللي فاتت. وعشان الأزمة تتحل شايف إن مفيش غير طريق واحد بس، وهو إيه بقى؟ وقف تصدير العسل الأسود خلال فترة 4 شهور جايين، وفترة إنتاج المصنع عشان الشغل يرجع لطبيعته. طبعاً محدش فينا ناسي أزمة السكر اللي ضربت البلد في الأسابيع اللي فاتت، لدرجة إن سعر كيس السكر في السوق كان أكتر من 50 جنيه، والناس في المولات الكبيرة واقفة طوابير عشان تشتري كيلو أو 2 كيلو من السكر. طبعاً الحكومة قالت إن الأزمة ليها أكتر من سبب، زي ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية واللي خلت القطاع الخاص مش عارف يستورد كميات من الخارج، وخصوصاً مع ارتفاع أسعار المحصول عالمياً. وبدأت الحكومة تعلن عن طرح السكر بأسعار منخفضة في منافذها بسعر 27 جنيه للكيلو، كمان طرحت كميات زيادة للمواطنين على بطاقة التموين بخلاف الحصة العادية بسعر 12 جنيه و60 قرش للكيلو. بعدها بقى نتفاجئ بعمليات فساد كبيرة بيتم الكشف عنها جوه الوزارة، أشهرها القبض على مستشار وزير التموين المسؤول عن المتابعة والرقابة والتوزيع، وكان معاه 8 أشخاص كمان بتهمة حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار، وكمان الاستيلاء على المال العام. ده غير القضية اللي اتمسك فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي، و12 موظف بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بمشروع جمعيتي بتهمة التلاعب في السلع التموينية وهي السكر والزيت. انت بقى شايف أسعار السكر ممكن ترجع تزيد تاني؟